حياكم الله مشاهدين الأكارم، أرحب بكم إلى برنامج الصحافة اليوم، ونتناول فيها أبرز ما جاء في الصحف المحلية والصحف العربية التي تناولت مستجدات الشأن اليمني. وكالة الثاني من ديسمبر أوردت العناوين التالية: الحديدة مصرع أحد أبرز قادة تجنيد ميليشية الحوثية، إحباط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي على مواقع جنوب مدينة دمتة. نيوز يمن طالعتنا بالعناوين التالية: المخدرات والجماعات الباطنية، سلاح إيراني على مر التاريخ، الحوثي وخارطة التهريب من عسيلان إلى حيران، الحوثيون يسطون على 200 مليون من صندوق نظافة الحديدة، وحملات جباية في مديريات بالذريعة المولد. مخابز أربع محافظات مهددة بالتوقف بسبب احتلال الحوثي لمصنع دقيق السنابل. قطع شرايين الإمدادات الحوثية من ثلاث محافظات في عملية برية وإسناد جوي واشتباك بحري. الحديدة أكثر من معركة عسكرية. وكالة خبر أوردت العناوين التالية: الحديدة وحدات النلوى الثاني حراس جمهورية تحبط تسللا لميليشيا الحوثي ومصرع قيادي بارز، ميليشيا الحوثي تصرف 20 مليار ريال لتغطية نفقات الاحتفال بذكرى المولد النبوية، مصرع أحد ضباط الأمن القومي التابعين لميليشيا الحوثية، العفو الدولية الحوثيون ينشرون مقاتليهم ومعداتهم العسكرية في مستشفيات ومنازل المواطنين بالحديدة، ميليشيا الحوثي تحول مسجدا في مدينة الحديدة إلى معمل لصناعة الألغام. عدن تايم طالعتنا بالعناوين التالية: كيف استغلت ميليشيا الحوثي تهدئة الحديدة، المولد النبوي المناسبة المفضلة للحوثيين لجباية الأموال والتربح من المواطنين، الحوثيون يحولون مسجدا كبيرا في الحديدة لمعمل لصناعة الألغام والعبوات الناسفة. الشرق الأوسط طالعتنا بالعناوين التالية: سجل أعلى نسبة مقابل العملات الأجنبية منذ أشهر، الريال اليمني يواصل تعافيه وسط مخاوف من تلاعب المضاربين. الميليشيات تقصي 800 أستاذ وموظف من جامعة صنعاء. عبد مجلي للشرق الأوسط: الميليشيات لم تلتزم الهدوء وزرعت ألغاما في الحديدة. انتصارات الحكومة اليمنية في حجة وقذيفة حوثية تقتل أربعة من أسرة واحدة. البيان الإماراتية أوردت العناوين التالية: الحوثيون يستمرون بقصف الأحياء السكنية في الحديدة، الجيش اليمني يحرر مثلث عاهم وست قرى في حجة، حملة اعتقالات حوثية في شوارع العاصمة، سكان في صنعاء للبيان، الميليشيات تعاني فوبيا الانتفاضة. كتبت الإعلامية أخلاص القرشي في صفحتها على الفيسبوك: نازحات يمنيات في معاناة مريرة بالخارج. قالت فيها: اليوم على السلم المتحرك في محطة مترو العتبة، والذي كان يضج بالواقفين من البشر من كل الأصناف العمرية في ساعة الذروة لعودة الموظفين بعد الدوام الرسمي، سرت إلى أنفي رائحة لا يمكن أن يخطئها أي يمني. حاولت أن أشرئب بعنقي بفضول علني أصل إلى مصدر الرائحة. لمحت من مسافة بسيطة امرأة في أواخر الأربعين أو منتصفها ترتدي بالطو أسود وعلى رأسها حجاب يمني، تحمل بيدها الأسرة كيسا مليئا بأغراض لم أتبين كنهاها، وتمسك باليد الأخرى بيد طفلة في العاشرة من عمرها تحمل خلف ظهرها حقيبة مدرسية. حاولت أن أشق طريقي بين الجموع الواقفة كي أصل إلى المرأة، وحط بنا السلم عند بوابة الخروج. اقتربت منها وبادرتها: مساء الخير الأخت يمنية. ترددت المرأة لثوان قليلة بالرد على الشق الثاني من سؤالي، وارتسمت على وجهها الشاحب الذي طبعت فيه الأيام معاناة إنسانية وألما يكسرك حين تنظر إلى عينيها. بدت عليها ملامح القلق والاستغراب وكأنها تقول لي: ماذا السؤال؟ أدركت ما كان يدور في خلدها فطمأنتها: لا تقلقي أنا يمنية. وشدتني رائحة البخور الشذية التي تفوح منك، وكأنها اطمأنت إلى كلامي فردت:
أنا أعمل بخور وأبيعه على اليمنيين كي أعيش وأصرف على أولادي، وأقوم أيضا بطبخ وجبات يمنية وأبيعها على أحد المطاعم اليمنية لأتمكن من دفع إيجار الغرفتين التي نسكنها أنا وأولادي. سألتها: ألا يوجد لديكم عائل؟ ردت المرأة بلهجة دارجة بسيطة تجلى فيها الألم واضحا: انتقل إلى ربه منذ عام. وتضيف: جئنا إلى القاهرة من تعز للعلاج بعد أن أصيب زوجي إصابات خطيرة بسبب صاروخ أدى إلى بتر ساقيه. وردا على استفسار آخر مني قالت: لم أرغب في العودة، فقدنا منزلنا وكل ما نملك في هذه الحرب، بقيت في القاهرة لأحفظ حياة أولادي وأجنبهم مصير أبيهم. سألتها: هل تكسبين ما يغطي احتياجاتكم كلها؟ أجابت وفي إجابتها حسرة ألم أحسست بها تمزق فؤادي: الحمد لله نعيش بستر الله. اعتذرت لها وودعتها بعد أن تبادلت معها أرقام الهواتف على وعد مني بزيارتها قريبا. الهدف من كتابة هذه الواقعة هو إبراز المعاناة والمأساة الإنسانية التي تعيشها النازحات اليمنيات، ومدى العزيمة في العيش بكرامة لهن ولأولادهن. هناك بالطبع يمنيون يعيشون في بحبوحة رغيدة، وكأن ما يحدث في البلاد لا يعنيهم وهم أقلية، لكن الأغلبية من الذين تمكنوا من النزوح هم من الطبقة المتوسطة أو المستورة برعاية من الله، وهم الذين يعانون ويدفعون صحتهم وجهدهم وحياتهم ثمنا لهذه الحرب، بعيدا عن مسؤولية الدولة التي لا تعرف عن معاناتهم ولا حتى إحصائية بعددهم وأي المناطق يعيشون. لأن اكتشفت أن كثيرين يعيشون في بعض قرى ومحافظات مصر بعيدا عن العاصمة هربا من الغلاء. سوف نتناول في هذه الحلقة موضوع المولد النبوي، المناسبة المفضلة لدى ميليشيات الحوثي لجباية الأموال، وكذلك التربح من هذه المناسبة من المواطنين والتجار على حد سواء. وللمزيد معي في الاستديو الدكتور عبد الملك اليوسفي الناشط والكاتب أيضا الإعلامي، وأيضا معي عبر الهاتف الدكتور محمد جميحة الناشط السياسي. إذن مشاهدين الكرام، قبل النقاش في هذه الحلقة نذهب إلى فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا. البداية معك دكتور عبد الملك، تقوم ميليشيات الحوثي الآن بحملة جباية وفرض مبالغ مالية لتاوات أيضا تثقل كاهل المواطنين وكذلك التجار بذريعة الجمع المولد النبوي. برأيك كيف هذه الاحتفالية تستثمرها ميليشيات الحوثي في هذا الوقت؟ مرحبا بك أستاذ نبراس وبالمشاهدين الكرام. دعينا ننظر للموضوع بأفق أكبر بالنظر إلى الجماعات الإرهابية عموما، نعم، والذي يحلل ويتتبع سلوك داعش في سوريا والعراق أنه كان هنالك جشع كبير في مسألة تحصيل الموارد، استثمرت كل صغيرة وكبيرة في سوريا والعراق في مناطق سيطرتها من وتحويلها إلى حصالة. هذا السلوك الإرهابي الذي تقوم به العصابات الإرهابية في أماكن سيطرتها هو ما ينسحب على سلوك العصابة الحوثية. هي جماعة إرهابية شأنها شأن أي جماعة إرهابية، حولت اليمن إلى حصالة كبيرة، يعني أي فرصة أنهم يجمعوا فلوس ما يقصروش، يعني أي حاجة يستثمروا الدين واستثمروا وسرقوا ونهبوا ويعملوا، لم يبقوا أي فرصة إلا لتحويلها من أجل تحصيل المال والفلوس والإثراء وإثراء شبكة المصالح والشبكة العصابية التي تمدها بالمقاتلين. وبالتالي القصة التي تحصل الآن في المولد النبوي من استثمار المولد النبوي من أجل تحصيل الفلوس من الناس هي في الأخير تأتي في هذا السياق. يعني أنتم تتذكروا عندما نقل البنك المركزي إلى عدن، نعم، حتى
حتى نقل البنك المركزي حولوا الى حصاله لنهب الفلوس من جيوب الناس الذين اصلا قد زلقوا الفلوس من عندهم. وبالتالي هذا السلوك اللصوصي ليس جديد على العصابه الحوثيه، انما الذي يلفت الانتباه الان انه المتاجره باغلى ما لدى المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لديه قدسيه عاليه عند الناس وعند المسلمين. هذا الانتهاك لقداسة النبي صلى الله عليه وسلم والمتاجرة بصورة النبي صلى الله عليه وسلم من فيها تأثير كبير واستفزاز لمشاعر اليمنيين. اليمنيين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ايش اسميهم يعني، لا يعني هؤلاء الكائنات القذرة المدققة بأحقاد التاريخ الأشباح، نعم. ما فيش عندهم قدسية لحاجة، لا نبي لا إسلام لا دين لا كذا، القدسية الوحيدة عندهم للفلوس. نعم، برأيك لا تجد أنه الوقت الآن الذي تقوم فيه الميليشيات بالاحتفال بالمولد النبوي وتقوم به أيضا في الحديدة من اكتشاف أيضا تدمير المساجد، تفجيرها، تحويل المساجد إلى مصانع للمتفجرات، يناقض تماما ما يحتفلون به من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بالتالي عن أي احتفال يتحدثون وهم أصلا حولوا الاحتفال إلى جريمة، وهي جريمة السطو المسلح على أملاك الناس، لأنه أنت لما يجزع الحوثي المبندق لعند التاجر جيب فلوس وإلا بقوة، هذا يسمى سطو مسلح. في توصيف فقهي في كتب الفقه ما يسمى بالمكس، المكس هو الذي يمر في الأسواق لجمع فلوس بقوة الدولة، وهو من المحرمات. التحويل عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسم للسرق والنهب هذا يتناقض تماما مع رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كيف يدعون حب النبي ويحتفلون بحب النبي وهم يعذبون أتباع النبي، يقتلون أتباع النبي، ينهبون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالتالي لا، هذه الأمور لا يوجد لها تفسير. أمر آخر، الجامع هذا الذي حولوه هذا الأسبوع الذي ظهرت حقه الصور حولوه إلى مخزن للمتفجرات، نعم. هو واحد من مئات الجوامع التي تم انتهاكها. يعني تذكروا أنه في الأسبوع الماضي تم تفجير جامعين في الحديدة، أحدهما جامع عذبان، الجامع كبير، يعني فجروا بالمفخات. هو يقول لك نحتفل بعيد النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك أكثر من 500 جامع في اليمن تم تدميرها وتفخيخها ويعني وانتهاكها من قبل العصابة الحوثية، حرق المصاحف، عمال على بطال في كل مكان، ثم يقول لك نحتفل بعيد النبي. هم ما يحتفلوش بعيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هم يحاولوا أن يصنعوا مناسبة دينية لتكريس مبدأ الولاية، إنه هذا أبناء الحسين الذي جده محمد، هم لا يحبون محمد صلى الله عليه وسلم ولا هم في واديه أصلا. هذا الناس الذي يجي يفجر الجامع، يحول الجامع إلى مخزن متفجرات. أنا مستغرب، أين عجوا هذه الكائنات؟ حين عشنا في اليمن ونحن هم بين ظهرانينا، أنا تستغرب يعني ما كناش نشوفهم في الشوارع، من أين قالوا لنا هذا الكائنات الزومبي؟ يعني ما فيش، يعني ما كنا نتصور أن نرى هذا القبح الموجود بين ظهرانينا في اليمن. يعني لم يتركوا شيء من القبائح إلا وارتكبوها، ثم أجي يقول لك إحنا أبناء النبي. يا جماعة الخير، ماش أبو لهب أحسن منكم بكثير. يعني لو قلنا بنقارن، أبو لهب ما كانش يقتل الأطفال، ولا كان يفخخ النساء، ولا كان يختطف النسوان، ولا كان يعمل العمائل حقكم. نعم، لو أحبوا لاتبعوا سيرته. نعم، لو أحبوا لاتبعوا سيرته. هم في الأخير هؤلاء يزايدون، يحولون موسم المولد النبوي، ذكر المولد النبوي، إلى موسم للتسويق لمبدأ الولاية، ليس أكثر. أما مسألة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وهؤلاء نقمة على العالمين. نعم، برأيك 20 مليار ريال هي ما طبعا جمعه الحوثيون نفقة المولد النبوي في ظل استمرار قطع الرواتب لأكثر من عامين، وكذلك معاناة الناس الشديدة من جوع وبرد وفاقة، كيف يمكن أن نقرأ ذلك؟ أدعيني وصحيح لك أستاذ نبراس، 20 مليار ريال هذا قيد،
قيد مستندي في حسابات الحكومة. نعم. واحد لما للبند بند المولد النبوي، يعني هو قيد مستندي في حسابات أخذوها من موارد الحكومة باسم. نعم. باسم المولد النبوي، لكن ما صرف وما نهب أضعاف أضعاف أضعاف. نعم. يعني في هنالك فساد يؤخذ، هذا قيد مركزي من الميزانية المركزية للحكومة، لكن في. نعم. كل مجلس محلي وفي كل مديرية وفي كل محافظة هم هنالك صرفيات ونفقات تصرف باسم المولد النبوي غير 20 مليار ريال هذه. نعم. ثم ما قبوه من المواطنين، يعني يتحول ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مهرجان فساد كبير، مهرجان لصوصية، مهرجان نصب منظم، نصب دولة. هذا النصب الذي يحصل باسم النبي صلى الله عليه وسلم هو إهانة لمقدساتنا، تستفزنا كمسلمين قبل أن نكون يمنيين، إنه بالله عليك يعني هذه الإساءة لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. إيش نقول للأجيال الجديدة؟ إيش نقول للذي ما فيش عندهم مستوى تدين عالي وفهم عميق للإسلام؟ إيش تعرفوا كم حجم الذين الآن يتحولون إلى الإلحاد بين اليمنيين؟ هل استوعبتم هذه الأرقام؟ أنتم عارفين إنه في مئات بل آلاف اليمنيين تحولوا إلى الإلحاد ويتحولون بشكل يومي إلى الإلحاد بسبب هذا بسبب إنهم لم يفهموا الإسلام فهم كامل وينظروا للإسلام من هذا المنظور؟ تعرفوا كم الكارثة الذي يعملوها هؤلاء الكفرة الذين يشوهون الإسلام بأفعالهم؟ أنتم مستوعبين على هذه الأرقام؟ هناك أرقام مذهلة، أرقام مرعبة عن اليمنيين الذين يحولون دينهم ويرفضون الإسلام بسبب هذه الممارسات. نعم. أذهب إلى ضيفي عبر الهاتف الدكتور محمد جميع. دكتور محمد، مناسبة المولد النبوي الذي تستثمره ميليشيات الحوثي الآن أيضا تقوم باستثماره ماديا لجباية الأموال، وكذلك تقوم باستثماره للتحشيد وجمع أكبر قدر من المغرر بهم وإرسالهم إلى جبهاتها العبثية، قراءتك؟ طبعا بعد التحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدين، يعني هو ليس في الأمر جديد، يعني هذه الجماعات باحتكارها بالمناسبة مناسبة المولد النبوي هي تأتي هذه الاحتفالات لسياقات تسييس الدين بشكل عام، سواء تسييس مصطلح الآل أو أهل البيت أو مصطلح الحسن أو الحسين أو النبي أو القرآن أو الإسلام، أو سياسية. وهذه الظواهر موجودة في العالم الإسلامي وموجودة تحديدا عند الجماعات التي تدعي أن لها أفضلية وأنها متميزة على غيرها بحكم الانتماء لبيت النبي الذي تتحدث عنه. طبعا يذكرني احتفال المولد النبي عليه الصلاة والسلام حدث إيران كبيرة، الحصول الإيراني. نعم. هذه شيء وسكتة وعلى الإطلاق قائمة السوداء الذي كذلك قطاع إيران نظرا لأن بين قوسين قطاع الفساد أجري في اليمن، أن يوظف الاسم الطاهر النبي الكريم العظيم الذي غير مجرى التاريخ بالفعل إلى مناسبة لكسب المال ولكسب السلطة وللابتزاز. الأمر الذي أشار إليه ضيف الكريم بأنه ولد ردة فعل عند كثير من الشباب الذين يحسون بأن الإسلام بدأ يتسيس بشكل واسع، وبالتالي بدأوا إما أن تكون لديهم شكوك حول الدين أو يتركون الدين برمته. لكن أنا في تصوري أن الحوثيين أيضا هم دأبوا على سيرة أسلافهم من الأئمة الذين عملوا بشكل متواتر على توظيف كل هذه القيم الإسلامية لصالحهم. نحن نعرف أن فقيها من الفقهاء وهكذا قال عن نفسه جاء إلى اليمن قبل 1000 سنة إلى صعدة تحديدا وأصل بين قبيلتين من القبائل اليمنية متحاربتين، وعندما نجح في أن يكون حكما لإصلاح بين هاتين القبيلتين. نعم. أراد أن يكون بدل أن يكون حكما وعصبا أراد أن يكون حاكما إلى حاكم.
نعم حتى نعم يعود الصوت. أعود إلى ضيفي في الاستديو الدكتور عبد الملك. دكتور، الآن الميليشيات بعد هذه المعركة التي أتت على قياداتها كذلك صفها الأول في الحديدة وفي مختلف الجبهات، لم تلتزم هذه الميليشيات الآن بفترة الهدوء رغم طبعا التزامها أو محاولة أنه تبدي للمجتمع الدولي أنها ملتزمة، كيف تعلق على ذلك؟ قبل أن أعلق على ذلك أستاذة دبرس، أطالب من قيادة قناة اليمن اليوم تغيير مصطلح الميليشيات لتوصيف العصابة الحوثية وتسميتها باسمها الحقيقي العصابة الحوثية، يعني لأنه الميليشيات هو اسم جميل مقارنة بما تفعله هذه العصابة، يعني هناك ميليشيات في أماكن مختلفة في أماكن أخرى من العالم، لكنها هناك مستوى معين من الأخلاق يعني موجود مهما كانت ميليشيا، لكن هؤلاء ميليشيات بلا أخلاق. هم حتى العصابات المنظمة التي مثلا في كمبوديا ما وصلت إلى منحدرت في مستوى الانحطاط الأخلاقي والإجرامي إلى ما وصلت إليه العصابة الحوثية. حتى المافيا الإيطالية، هل سمعتم أن المافيا الإيطالية تفخخ جثة طفل وتفجره أمام عين جده؟ هل سمعتم عن مافيا إيطالية دخلت وفجرت كنيسة؟ هل سمعتم عن مافيا في كمبوديا دخلت تختطف النساء وتعمل الأعمال التي تعملها هذه المافيا الحوثية الخبيثة؟ القصة ما فيها. بالتالي أنا أطالب أنه بتوحيد التسمية بالنسبة للمافيا الحوثية بتسمياتها على الأقل بما تستحقها العصابة الحوثية. هذه العصابة ودعيني أيضا أؤكد هذا الكلام بناء على معطيات واقعية ويعرفها الجميع، أنه أي واحد يسأل نفسه من مشرف الحوثي في منطقتك بيقول لك الذي كانوا جريمة منظمة موجودين في الحارات. لو تسألوا أي ضابط في أي قسم من أقسام صنعاء ومناطق سيطرة العصابة الانقلابية من مشرف الحوثيين عندك بيقول لك الذي كنا نلاحقهم بالحارات. قاع المجتمع الذين أصبحوا مشرفين وأصبحوا هوامير وسقرقوا ونهبوا. بالتالي اسم ميليشيا هذا اسم جميل، والحقيقة أننا نحتاج أن نوصفهم بتوصيفهم الحقيقي وهي اسم عصابة. الأمر الآخر إجابة على سؤالك، التحالف العربي والقوات المسلحة اليمنية تتعامل بذكاء مع هذه العصابة وفق استراتيجية واضحة وهي استراتيجية الاستنزاف، وأهم جزء من أجزاء الاستنزاف هو إقامة حد الله في هؤلاء القتلة. القيادات العصابة الانقلابية هم قتلة مجرمين مطلوبين للعدالة، كثير منهم تم إخراجهم من السجون. بالتالي الاستهداف المنظم لقيادات العصابة الانقلابية هو استراتيجية ناجحة لإضعاف العصابة الانقلابية وتفكيكها النزيف القيادات المتواصل. لا يمر يوم أو يومين دون أن نسمع عن مقتل قيادات من الصف الأول وقيادات وسطية وقيادات ميدانية من العصابة الانقلابية. وبالتالي استهداف القيادات الانقلابية هو استراتيجية مهمة من أجل توفير دم المدنيين في المعارك داخل المدن. القصة وما فيها الآن هنالك إنهاك غير مسبوق لدى العصابة الانقلابية، إنهاك تنظيمي عندما تتغير وتتدور المواقع القيادية الميدانية والوسطى والعليا بسبب مقتل القيادات المتواصل. هذا يسبب إرباك تنظيمي كبير، إرباك في الاتصال، إرباك في الحسابات، انهيارات. وبالتالي هذا الاستراتيجية واضحة. أنا الذي أقوله اليمنيين الذي يسمعوا هذا البرنامج، لو وصلت أنه عرفت موقع واحد من القيادات العصابة الانقلابية وبلغت عن موقعه، يعرف انك وفرت دم مدنيين كان ممكن يقتلوا اثناء الاشتباكات في وجود هذا القائد العصابي. اعرف انك شاركت في اقامه حد الله على واحد مجرم خرج على النظام والقانون وقتلك وقتل وسرق ونهب وعمل كل حاجه. اعرف انه الله سيكتب لك الاجر لانك شاركت في اقامه حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ولا تكتم الشهادة، يعني القصة وما فيها أن الإبلاغ عن العصابات الحوثية لأقرب من تعرف بالقوات المسلحة اليمنية هي في الأخير مساهمة شعبية ومشاركة شعبية. لا تتصوروا أن المسألة مشاركة استخباراتية أو كذا، لا، هذه فزعة من أجل الوطن، فزعة من أجل الدين، لتخليص اليمن من هذه العصابة القذرة. مجرمين زومبي يتحركون بيننا. لابد أنه شوفوا، الله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة، إذا لم يقم القصاص على هؤلاء المجرمين
الذين أخرجوهم من السجون تقريبا في جزء كبير من العصابة الانقلابية، وأنتم تتذكرون أن الحوثيين أول ما وصلوا عمران اقتحموا السجن وخرجوا المساجين، أول ما وصلوا تعز فتحوا السجن بالاشتباكات عند مدينة الصالح فتحوا السجن وخرجوا المساجين، في لحق خرجوا المساجين، في عدن كم عدد المرات الذي خرجوهم من صنعاء. دكتور عبد الملك كنا بنتحدث أنه تم إخراج السجناء من محافظة الحديدة وقت من سجن الحديدة نعم أمس. هل مر أسبوع دون كم عدد الأوامر الذي كان يعملها عبد الملك الحوثي باسم قائد الثورة وهو زعيم العصابة، يعني باسم زعيم العصابة لإخراج المساجين من السجون في صنعاء ومناطق سيطرتهم؟ تم مستوعبين كم العدد؟ بل مسيرة على المفتجر، هؤلاء أين راحوا كلهم؟ هؤلاء يقاتلون، هؤلاء مطلوبين للحدود والعدالة. وبالتالي الإبلاغ عن القيادات الحوثية هو جزء عمل وطني لابد من المشاركة فيه، لابد أن يشعر العصابة الحوثية أنهم لا أرض تؤويهم ولا سماء تحميهم. نعم، أعود إلى ضيفي عبر الهاتف دكتور محمد جميح. دكتور أعود لك، كنا توقفنا على أساس أنه يجهز الصوت، كنت سألتك عن التحشيد الآن الذي تقوم به الميليشيات لحشد أكبر قدر من المغرر بهم في الاحتفال بالمولد النبوي. هناك أيضا إشاعات عن أنه في باصات قد تجهز لشباب واقتيادهم طبعا بدون علمهم إلى جبهات مختلفة، وطبعا هذا أمر خطير يعني حتى أنه بيكون شباب بيروحوا للجبهات بدون معرفتهم مسبقا. أيضا هل برأيك أن الميليشيات سوف تلتزم بالهدنة التي استنجدت بالأمم المتحدة لإيجاد هذه الفرصة لها لإرجاع أنفاسها قليلا؟ أولا استكمالا لما كنت قد بدأت فيه من أن هذه الميليشيات هي تسير على خطى السباليين القدماء من الأئمة. يحيى بن الحسين عندما جاء كان حكما على بين قبيلتين، وفق إلى حد بينهما فتصوروه رجل صالح وجعلوه حاكما عليهما، فكان قبيلتان، ثم بعد ذلك أراد أن يضمن أن يكون الحكم في ذريته فأدخل سرية في الإسلام، ليست في أي دين من الأديان ولا حتى في الإسلام من قبل الإمام الهادي ولا في أي مذهب من المذاهب الإسلامية سنة وشيعة، إلا عند الهادي يحيى بن الحسين. ولذلك يجب أن نقول أن هذه الفرية فرية حصر الإمام في البطنين ليست من الزيدية في شيء، حتى مذهب الإمام زيد، حتى زيد كتابه موجود ليس فيه أي من ذلك، هي فرية هادوية أدخلها الهادي يحيى بن الحسين. ومن هنا يعني بدأت تتشكل تيارات الهاشمية السياسية التي لا تزال إلى حد الآن تقاتل باسم الحوثية وفي مظهر الحوثية في هذا العصر. هذا هو نوع من الاستخدام السياسي للدين. الحوثيون طبعا عندما يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام فهم بشكل من الأشكال لا يحتفلون به على أساس أنه نبي، وإنما يحتفلون به على أساس أنه جد، بمعنى أن ما يتصورونه عصبية عرقية وما يتصورونه دما مقدسا يجري في عروقهم من دماء هذا النبي، هذا الذي يجعلهم يحيون هذه الشعارات ويحيون هذه المناسبات على أساس أن النبي أن محمدا هو الجد، محمدا الجد وليس محمدا النبي الذي هو رحمة للعالمين. وهذه طبعا يعني مقصودة من أجل استنزاف هذا الاسم الكريم لصالح أغراض وأهداف سياسية واقتصادية كما هو حاصل اليوم في اليمن. بالنسبة للمحادثات والهدنة التي يعني تدخلت قوى دولية وألجأت القوات اليمنية والتحالف إلى القبول بها، هذه الهدنة أنا لا أتصور في حال من الأحوال أن الحوثيين يمكن أن يفوا بها. لماذا؟ لأننا لدينا تاريخ حافل منذ 2004 إلى حد هذه اللحظة، والحوثيون طبعا يوقعون اتفاقيات مع الجيش اليمني ومع الحكومة اليمنية آنذاك في عهد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح وما بعد ذلك، ولكنهم لا يكون بشيء. يكفي أن نعلم أنه في كل اتفاق من الاتفاقات حتى الاتفاق الأول لإنهاء الحرب الأولى في 2004 كان البند الأساسي من هذا الاتفاق ينص على تسليم أسلحة الدولة، وهكذا في كل اتفاق من الاتفاقات التي عقدت بعد ذلك إلى حد إلى أن دخلوا في اتفاق السلم والشراكة في 2014 كانت كل الاتفاقيات تنص على تسليم الأسلحة التي نهبوها من مخازن الدولة. ونحن نسأل، هل سلم الحوثيون مسدسا واحدا منذ 2004 إلى حد هذه اللحظة؟
لا يمكن أن يسلموا الصاروخ البالستي إذا كانوا لن يسلموا اللغم الذي ينتزعونه من مكانه عندما يفرض عليهم الانتزاع ثم يعيدونه إلى مخزنه. هذه نقطة مهمة لنفهم أن هذه الميليشيا تفهم أن الهدنة تعتبر بالنسبة لها استراحة المحارب لإعادة الكرة مرة أخرى. ولذلك أنا في حقيقة الأمر لست متفائلا بالذهاب إلى السويد ولا متفائلا بنتيجة هذه المحادثات التي سوف تكون، لأن التاريخ علمنا أن الجماعات المسلحة ليس الحوثيين استثناء في العالم كله لا توجد جماعة مسلحة سلمت سلاحها إلا فيما نذر تحت يعني على طاولة مفاوضات. معظم الجماعات المسلحة لا تذهب إلى المفاوضات إلا إذا عرفت بأنها سوف تخسر عسكريا وسوف تهزم، وبالتالي تلجأ كتحصيل حاصل لتسليم السلاح تحت الضغط. أما ما دامت أي جماعة مسلحة تدرك بأن السلاح سيحميها وبأن الهزيمة بعيدة عنها فإنها لا يمكن أن تسلم السلاح على طاولة مفاوضات. لكن أعتقد أن الأطراف المختلفة ستذهب إلى السويد وستكون نتيجة جنيف الأول وجنيف الثاني ونتيجة الكويت هي النتيجة التي سوف تتمخض عنها اجتماعات السويد. قال إسماعيل ود الشيخ في شأن محادثات الكويت، قال كنا في الكويت جاء إنجاز اتفاق تاريخي للسلام في اليمن، لكن الحوثيين في الدقيقة الأخيرة لإنجاز هذا الاتفاق تراجعوا ورفضوا التوقيع على الاتفاق. وبالتالي الأمور واضحة، إذا ما تم تعثر عملية السلام الحالية والتي يراد لها أن تكون في السويد فأنا أعتقد بكل يقين بأن الحوثيين هم الذين سيفشلونها، لأن أي اتفاق سلام يعني أن يتنازلوا عن سلطة تحصلوا عليها، يعني أن يتنازلوا عن أسلحة أخذوها من مخازن الجيش، وأن يتنازلوا أيضا عن ما حصلوا عليه من جغرافيا أمنية، وأن يعودوا للانتخابات ويعودوا لتشكيل حزب سياسي وهم ما يهربون منه كل المهارات. نعم دكتور، بلاحظ من خلال كلامك أنه أنت غير متفائل بالهدنة ونتائج المشاورات المتوقعة. هل تعكس ذلك من خلال قراءتك لما تقوم به الميليشيات وكذلك لما حصل من مشاورات سابقة لطيلة 4 سنوات؟ طبعا هذه يعني التجريب المجرب يعني لا يجوز. الحوثيون اتفاق السلام ماذا يعني؟ نعم. بالمجمل يعني تسليم السلاح، يعني التنازل عن السلطة والدخول في شراكة. نعم. هم لا يريدون ذلك، يعني تشكيل حزب سياسي والذهاب إلى الانتخابات، وهم أصلا لا يؤمنون بالانتخابات لأنهم يعتقدون أن عبد الملك الحوثي اختاره الله، وهذا شعارهم أن الله اختار عبد الملك وأنهم يتعبدون الله بطاعة عبد الملك، هذا هو شعارهم. بالتالي أيضا يدركون بأنهم إذا ما شكلوا حزبا سياسيا وذهبوا إلى الانتخابات فإنهم لن يتحصلوا على شيء. لماذا؟ لأنهم حتى في ظروف أيام الرئيس السابق علي عبد الصالح كان لديهم حزب الحق، كانوا منضمين تحت حزب الحق، كان لهذا الحزب بأحسن حالاته مقعدان فقط، لحسين الحوثي واحد، لعبد الله الرزاني مقعد آخر في مجلس النواب اليمني من ضمن أكثر من 300 مقعد في المجلس. هم يعرفون حجمهم الجماهيري، كل هذا الحجم الذي نراه هو حجم قوة السلاح الذي أخذوه من مخازن الجيش اليمني، وحجم أيضا بتخاذل اليمنيين أو النخبة السياسية اليمنية، وحجم أيضا بالخلافات التي تضرب المكونات السياسية والمجتمعية والعسكرية اليمنية، وبذلك تمددوا. لكن في حال أن عادت اللحمة إلى المكونات العسكرية والسياسية اليمنية لا شك أنهم يكون حجمهم الطبيعي، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال لناخب من الناخبين أن يذهب وينتخب شخصا يرى بأنه مفضل عليه بحكم انتمائه لبيت النبي أو هكذا يقول، لا يمكن. وبالتالي هذه العقلية لا يمكن أن تفهم في السياسة، لأنها عقلية فقيه، عقلية رجل جامع ورجل مسجد لا يستطيع أن يخوض عن السياسة على أساس صندوق انتخابات وديمقراطية وما إلى ذلك. هم عندما سئل بدر الدين الحوثي عن رأيه بالديمقراطية قال في اللهجة اليمنية ما إلينا، لا نعرفها، يعني هم يرون بأنها فرية غربية وبالتالي لا تناسب الإسلام، لأن الذي يناسب الإسلام بالنسبة لهم هي الإمامة، والإمامة معروف قال بدر الدين الحوثي بأنها محصورة في البطنين. هذا كلامهم، هذه تصريحاتهم، هذه كتبهم وهذه أدبياتهم، لا نفتري عليهم، هذا كلامهم. بالتالي أنا أتصور أنه ما لم يتخلوا عن هذا الفكر وعن فكرة حصر الإمامة في البطنين فإن الصراع سيستمر بينهم وبين مكونات المجتمع الأخرى إلى أن يصلوا إلى يقين بأن هذه المقولات الخصوصية الماضية السابقة التي عاد عليها الزمن
والتي هي أصلا ليست من الإسلام في شيء، لأن هذه المقولات ما أدت إلا إلى دمار وإلى وبال وإلى قتل ومزيد من التشرد لهم عليهم. نعم، وبما أن المسألة لديهم عقائدية فهم مستمرون في غيهم وكذلك في تدمير الشعب اليمني. أشكرك الكاتب السياسي الدكتور محمد جميح. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور عبد الملك. دكتور، الآن حصل أنه في خلال التحشيد المولد النبوي هناك أخبار تتحدث أن الميليشيات مجهزة عدة حافلات لنقل شباب ومغرر بهم وأطفال أيضا إلى الجبهات دون علمهم. أيضا الآن حصل في صنعاء فوبيا الانتفاضة، تقوم الميليشيات الآن بحملة اعتقالات واسعة لمجرد شكها أو معرفتها أن هؤلاء الشباب أو حتى الأطفال أو النساء لا ينتمون إليها. تعليقك. استدراج الناس إلى الجبهات أمر ليس جديد على العصابة الحوثية. تذكرون الشهادات الأسرى الذين يعني كان أسروا من بين المقاتلين الحوثيين، تذكرون شهادات الناس الذين كانوا في الساحل الغربي الذي واحد منهم يعني يذكرها بصراحة أنهم أخذوه من مجموعة من الحوثيين وكانهم معهم صراع على أرضية في الحديدة هو مجموعة وأخذوهم ودوهم الجبهات رأسا. يعني في شهادات تترى كثيرة من استدراج الناس إلى الجبهات، ما أشوف اللقطة في الجبهات كثير 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 يعني لا تحصى. وبالتالي مسألة تجهيز باصات لأخذ الناس من التجمعات المولد النبوي أمر وارد جدا. نعم. وأمر ليس بسابقة وليس أمر جديد، هو أمر سلوك شائع لدى العصابة الحوثية تغرر بالناس، التغرير اختطاف الأطفال من أسرهم مسألة شائعة وليست جديدة على العصابة الحوثية، والحالات بالمئات بل بالآلاف الذين اختطفتهم العصابة الحوثية بدون علم أسرهم من الأطفال. وبالتالي نحذر الناس أنه الذي يشتي سلامتي بنو يمنعه من الذهاب إلى هذه التجمعات خوفا من بطش العصابة الانقلابية، خوفا أن يأخذوهم على غرة، خوفا من الاستدراج. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حبه في القلوب، لا يغرروا بكم أنكم تذهبوا وتعرضوا أنفسكم للخطر من تحت مسمى حب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر بالنسبة للفوبيا الانتفاضة والممارسات القمعية التي تمارسها العصابة الانقلابية في مناطق سيطرتها، أعتقد أنها هي الآن عنصر من عناصر التحشيد الشعبي. هنالك حالة إجماع شعبي بضرورة تخليص اليمن من العصابة الانقلابية. هذا حالة الإجماع تولدت منذ ديسمبر 2017 وكان مقتل الشهيد علي عبد الله صالح رحمه الله يعني النقطة فاصلة في التحشيد الشعبي والإجماع الشعبي بضرورة تخليص اليمن من العصابة الانقلابية. كل يوم من خلال الممارسات التي تمارسها العصابة الانقلابية يحصل تحشيد المزيد من الناس في اليمن، حتى بما في ذلك في المجموع الزيدي، حتى بما في ذلك من الأسر التي تنتسب للهاشمية تتحول قناعاتها يوما بعد يوم حول هذه العصابة أنها مجرم، أنهم مجرمون مجرمون. نعم. ليسوا طرف سياسي. نعم. الدكتور عبد الملك اليوسفي، شكرا جزيلا لك، وأشكركم أيضا مشاهدين الأكارم، وحتى الملتقى أترككم في أمان الله وحسن عنايته.